يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. شكرا 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 احبائي عمو يزيد، جد سعيد باستقبالكم في هذه المناسبه السعيده، وانتم يا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تشاركوا كما هاد الاطفال اللي راهم هنا ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا وملء الاستماره كما اصدقائنا اللي راهم لهنايا ما عليكم الا شويه على الصبر لان التسجيلات كثيره وعمو يزيد حاب يستقبلكم كامل كما راكم. أحبائي راكم تشوفوا معنا أصدقاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكامل. هذه مناسبة اليوم، أباكم واش هو اليوم؟ اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يوم 3 ديسمبر. اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لا جورني انترناسيونال دي زونديكابي. أحبائي اليوم نتوقفوا باش نضامنوا مع كامل الأطفال والناس ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة تحية تقدير وإجلال للوالدين الأولياء تاع الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة لأن حياتهم غير عادية. إذا تحية تقدير وإجلال الأولياء الأطفال خاصة اللي عندهم احتياجات خاصة ولاتين بولادهم، يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة. وكذلك كاين اللي عندهم أولياء والديهم ولا خوتهم ولا عندهم احتياجات خاصة ويلتوا بهم يعطيهم الصحة كذلك وربي يقدرهم إن شاء الله ورانا معاهم واقفين متضامنين. كاين كذلك يوم 5 ديسمبر يوم عالمي، أنا نسميه يوم عالمي، هو اليوم اللي دخلت فيه القضية الجزائرية حيز الدراسة في الأمم المتحدة سنة 1960، وين بدأت الأمم المتحدة تدرس القضية الجزائرية. إذا أحبائي في بداية كل حصة نستقبلوا ساعي البريد اللي جبنا، بريد أصدقائنا الأطفال اللي بعتوه لنا. إذا استقبلوا معايا صهيب ساعي البريد، تفضل صهيب. مرحبا يا الفا، مرحبا. واش راك صهيب؟ لاباس ولا فيه؟ لاباس. واش راك؟ وين جبت لنا صهيب؟ البريد. بريد اصدقائنا الاطفال، اذا ضعه في علبه البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه لكم، وانتم الى حبيتوا ترسلونا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com. وداعا. شكرا 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 شكرا. تحبوا الالغاز؟ والهدايا؟ نعم. إذن ما هي أكثر دولة عربية سكانا؟ ما هي الدولة العربية اللي فيها السكان بزاف كاع؟ إذن فكروا لغاية نهاية الحصة أصدقائي، أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن السؤال بهذه الطريقة. والشاطر يعطينا الحل. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي فكروا لغاية نهاية الحصة وأنا راح نتكلم شوية مع أصدقائي. بنتي وش راكي؟ كي مليحة؟ كي فرحانة لك يا أنا؟ برافو برافو راح صديقي معلش. وش راك ولدي؟ الشابو ديالك هذا؟ برافو شحال شباب. واسمك ولدي؟ مشان. الله يبارك راك فرحان اللي راك هنا. دير بيزو عمو يزيد. بيزو بيزو. برافو برافو وليدي برافو برافو مرحبا بك مرحبا بك. اختك هذه؟ الله يبارك. نهضروا مع سلمى. سلمى واسمها؟ واسمك سلمى؟ سلمى. كيف فرحانه لك هنا بنتي؟ مرحبا بك مرحبا بك بنتي. مرحبا بك. اي نهضر معك وليدي. اروح اروح تعال تعال تعال. اروح اروح. هيا أرواح أرواح أرواح. واسمك؟ واسمه؟ آدم. أنت تسمع؟ حبيت تغني آدم؟ أتغنى. برافو. بوسني بوسني بوسني. برافو 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 برافو.
وهاد العروس هاد اللي هنا بنتي. واش راكي بنتي؟ هاي فرحانة، هاي فرحانة، هاك فرحان وليدي لك هنا. أحبائي أصدقائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصدقائنا اللي راهم هنا اليوم، نرحبوا بهم ونقولوا لهم بلي نحبوكم. واش راكي منيا؟ لاباس بنتي؟ بخير؟ الحمد لله. هاكي فرحانة لك هنا بنتي؟ يا راني فرحانة. الحمد لله، إذا مرحبا بك. شفتك في الحفلة بنتي؟ على بالي. جيتي؟ عجبك الحال في الحفلة تاني؟ الحفلة شابة. يا الحمد لله بنتي، الحمد لله. مرحبا بك، مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بكم. أحبائي عمو يزيد يحبكم كامل. حمامة هذه، ما تخافش، ما تخافش وليدي. عمو يزيد هو هنا، ما تخاف من والو. هذا هذه حمام، الحيوان كاع ما تخافش منه يا أخي. أحبائي إذن واش رايكم دركا نروحوا مع بسمة بربار نكتشفوا شخصية عبد القادر المجاوي؟ إذن تفضلي بسمة بنتي، تفضلي تفضلي. تحية تحية بسمة. مساء الخير يا أطفال. عبد القادر المجاوي ولد في تلمسان سنة 1848، وبعد دراسته في مسقط رأسه انتقل لمتابعتها في كل من فاس وطنجة وجامع القراوين، ثم عاد إلى الجزائر سنة 1873، وقد أدى فريضة الحج ليتولى التدريس أولا في قسنطينة حيث أقام فيها. علم في كل من جامع الكتاني والمدرسة الحكومية سنة 1873، بالإضافة إلى نشاطه خارج عمله الرسمي كمدرس ومحاضر في المدارس الحرة والمساجد. أما دروسه الرسمية فقد تنوعت بين المناطق، بين المنطق والبيان والمعاني واللغة والنحو والفلك، كما ترك مؤلفات تجاوزت 15 عملا في هذه المجلات. وفي سنة 1898 انتقل المجاوي إلى العاصمة للتدريس في مدرستها العليا، كما عين إماما خطيبا بمسجد سيدي رمضان بالعاصمة سنة 1908، وبقي في قمة نشاطه إماما قديرا وأستاذا متمكنا ومؤلفا نشيطا ورجل إصلاح. وقد تخرج على يده في التدريس كثيرون كان لهم تأثير مهم في الحياة الاجتماعية والفكرية، وقد أسهم إسهاما جيدا من أجل النهضة الثقافية، كما شارك في إحياء اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وكانت معظم كتابته موجهة ضد الآفات الاجتماعية والخرافات والعادات القديمة. توفي الأستاذ عبد القادر المجاوي بقسنطينة يوم السبت 26 سبتمبر 1914، ودفن بها تاركا وراءه أثرا طيبا في بعض شباب تلك الفترة وشيوخها. برافو بسمة، برافو بنتي، برافو 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 برافو. إذن أحبائي بما أننا في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لا جورني انترناسيونال دي زونديكابي، نضمنوا معاهم مع والديهم مع الأولياء نتاعهم وكامل نقول لهم ربي يقدرهم إن شاء الله. عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني مثابر لغايات العظيمة. إذن تغنوا معايا كاع هاد الأغنية كامل، نحبكم تغنوا معايا يلا. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني مثابر لغايات عظيمة. زماني لو يطول تحت إلى خمول سأسعى للوصول لغاية العظيمة. زماني لو يطول
حتى الصعاب أدق كل باب لغاية العظيمة. أنا مثلي كالشباب أتحدى الصعاب أدق كل باب لغاية العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني أثابر لغاية العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغايات لغاية العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغايات لغاية العظيمة. أنا المعاق عزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديما لكنني أثابر لغاية عظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاية العظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاية العظيمة. برافو 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 أحبائي. سأثابر بالصمود أحبائي كامل. رانا متضامنين مع الأولياء تاع ذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بكم. تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن يلا مع عمو مراد اللي جانا من مدينة بليدة في ألعاب الخفة. تفضل عمو مراد. Thank you.
برافو، تصفيق تصفيق لعمو مراد، برافو. إذن أحبائي شكرا لعمو مراد لهذه ألعاب الخفة الجميلة الجميلة. أحبائي راح نروحوا دركا الفقرة جميلة، فقرة هل تعلم؟ أنا نحبها بزاف، راح نكتشفوا معلومة مع ميليسا في فقرة هل تعلم؟ تفضلي ميليسا، تحية لميليسا، تحية لميليسا. مرحبا بكم يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن طائر البومة يستطيع أن يدير رأسه 360 درجة؟ برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. إذن أحبائي طائر البومة يعني لويبو هذاك اللي عينيه هكذا، الزوج هذاك تعرفوه، هذاك اللي عينيه هكذا شغل هذاك، يستطيع أن يدير رأسه كاملة، يدور كامل تينك، يدور هكذا ويدور هكذا، طائر البومة. إذن هذه معلومة جميلة 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 جدا. أحبائي عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية مازن والعنكبوت. يلا معايا نحكي لكم الحكاية أحبائي. إذن أحبائي كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية العنكبوت والطفل. واحد النهار كان واحد الطفل مع صديقته تقرا معاه، خرجوا برا يمشوا هكذا بعد الدراسة، صغار كيما نتوما هكذا، وقعد يمشي ومن بعد كي لحقوا هكذا صابوا نسيج العنكبوت، صابوا اون طوال داغيني نسيج العنكبوت. ومن بعد هذاك الطفل شاف العنكبوت هذيك، قال هاد العنكبوت هادي ما تصلح لوالو، هاد العنكبوت هادي. ومن بعد هذيك اللي تقرا معاه قالت له علاش تهضر على العنكبوت هكذا، كل حاجه خلقها ربي عندها الدور. قال هاد العنكبوت هاد رتيله هادي ما تصلح لوالو، انا ما نحبهاش. سمعته رتيله، ومن بعد هضرت معاه قالت له علاش تهضر عليا هكذا، انا واش درت لك انا؟ قال انت ما تصلحي لوالو. قالت له بصح انا على الاقل فت رسول الله صلى الله عليه وسلم، افدته لما نسجت نسيج العنكبوت في غار الثور، وظن الكفار انه لا احد دخل هذا الغار. قال لا لا ما تصلحي لوالو، انت عالة. وقالت له لا لا. ومن بعد سمعت واحد الدبانه جايه، قالت له اسمح لي من بعد نكمل معك الهضره. هذيك الدبانه جات حصلت في هذيك الاطوال دار اللي في هذاك نسيج العنكبوت، ومن بعد هذيك العنكبوت امتصت هذيك الذبابه ورمتها هكذا. قالت له شفت انا قوت يومين كسبوا بعرقي. قالها مالا سمحي لي، ما كنتش عارف باللي انتيا وتتعبي وبعرقك هكذا باش تاخذي قوت اليوم وكامل، انا عم بالي باللي انتيا ما عندك حتى فايده وكامل. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمه التي نستخلصها من هذه القصه هي يجب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في الرزق والعيش. برافو 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 احبائي، يجب الاعتماد على الله في الرزق والعيش، ربي هو الرازق أحبائي. يا أخي يلا أرجعوا لأماكنكم أحبائي. إذن يجب الاعتماد على الله في الرزق والعيش. لحقنا دركا الواحد دركنا نحبوه بزاف، شكون اللي عنده نكتة جميلة شي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي بنتي روحي روحي تعالي يلا أقعدي قدامي شاطرة. واسمك بنتي؟ سلمى. سلمى شحال في عمرك سلمى؟ 14. الله يبارك بنتي شاطرة. احكي لنا النكتة تاعك بنتي، عندك نكتة؟ واش حبيتي تقولي؟ تحبي حصة مع عمو يزيد؟ برافو عمو يزيد تاني يحبك بزاف بنتي، يحبك. برافو برافو برافو. تعالي بنتي روحي روحي بنتي تعالي. واسمك بنتي؟ اسمي يمنى فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء، وين تسكني فاطمة الزهراء؟ سأسكن في حي الموز في الجزائر العاصمة. في اللبنانية؟ الله يبارك الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد طفل اسمه فينكو كان ذاهب إلى المدرسة، واشترى له أبوه ساعة جديدة، عندما درسوا على الساعة لديها عقارب، ظن أنها عقارب حشرة، ثم عاد إلى المنزل وسأله أبوه وقال له ماذا درستم اليوم؟
أجابه فيكو، قال له: درسنا في الرياضيات عن الساعة وماذا يوجد فيها. فقال له أبوه: أين هي ساعتك يا فينكو؟ قال له فينكو: ظننت أن فيها عقارب لذلك رميتها في الشارع. أوكي، برافو برافو برافو. تعالي بنتي تعالي أروح. تعالي بنتي، واسمك بنتي؟ مريم. مريم، شحال في عمرك مريم؟ 12 سنة. وين تسكني؟ مدينة خميس الخشنة. خميس الخشنة، ولاية بومرداس، الله يبارك. احكي لي النكته تاعك بنتي. واحد نهار كانت كرش توجع، راح للطبيب قال له وين اكزاكت راهي توجع كرش، هو كان داير خريطة قارة افريقيا في كرشو، قال له في حدود زيمبابوي. برافو برافو برافو. تعالي تعالي بنتي اروحي. اسمك بنتي؟ دعاء. دعاء، شحال في عمرك دعاء؟ 6 سنين. 6 سنين، وين تسكني؟ في ليفيرجي. وين؟ في ليفيرجي. ها ليفيرجي بير خادم يعني؟ الله يبارك الله يبارك. احكي لي نكته تاعك بنتي. كانت أليس جالسة مع أختها على العشب الأخضر عندما شاهدت فجأة أرنبا يركض مسرعا وهو ينظر إلى ساعته الكبيرة. أسعت أليس فضولية وراء الأرنب وقفزت خلفه في حفرة وعميقة جدا جدا، وفيما هي تسقط راحت تشاهد لوحة وأشياء معلقة على جدران الحفرة. برافو 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 برافو. احبائي احبائي، الحقنا دركا الركن الرسائل تطفيف، يعطينا رسائل الاطفال اللي بعتوهم لنا عن طريق البريد اللي جابهم لنا ساعي البريد صهيب. وانتم احبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا تطفيف، تحيه تحيه الفيفي، تحيه تحيه. الرسالة الأولى رويجي بشرة، 11 سنة، مدينة متليلي، ولاية غردايا، الله يبارك. أريد أن أكون معكم على اتصال وأنا أعجبني الساحر بسحره وعمو يزيد وشكرا. برافو برافو رويجي بشرة بنتي. الرسالة الموالية، تعال أقعد تما أقعد تما وليدي. برافو. قرباي إسحاق إدريس، 4 سنوات، مدينة بوهارون، ولاية تيبازا. أحبك كثيرا يا عمو يزيد، أتمنى المشاركة في الحصة. قرباي إسحاق إدريس، إن شاء الله نجيبوك للحصة وتفرح معنا كما فرحانين الأطفال. تعال تعال أروح عندي أروح عندي أروح عندي. تعال تعال وليدي أروح. برافو أروح قدامي. أي برافو برافو، قعد عندي هكذا نقرأ الرسائل. يلا الرسالة الموالية، بلقيش جمال، 8 سنوات، مدينة المسيلة. قالكم أنا أحب عمو يزيد وأريد المشاركة معكم. برافو 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 وليدي برافو برافو. الرسالة الموالية نفتحوها هكذا. إذن بزاني وسيم، 13 سنة، مدينة قلمة. قالكم أطلب منك يا عمو يزيد زيارتنا، أنت زرتنا مرة وأريد أن تزورنا مرة أخرى. أنا أحب حصتك جدا وأنت أحبك أيضا. برافو بزاني وسيم. نعم ولدي نعم. وشن أحب تروح عند بوبي؟ يروح عند بوبي، روح ولدي روح. الرسالة الموالية، يحيى ميليسا، 11 سنة، مدينة درع بن خدة، ولاية تيزي وزو. عمو يزيد حصتك رائعة وأنت أروع يا ميليسا، ربي يطول في عمرك بنتي. إذن أحبائي عمو يزيد يعتز بهذا الرسائل هذه. الحقنا دركا للجواب عن السؤال. السؤال قال: ما هي أكثر دولة عربية سكاناً؟ شكون اللي يعرفها؟ تعالي بنتي اروحي. تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ يمنى فاطمة الزهراء. الله يبارك، وين تسكني بنتي؟ نسكن في حي الموز في الجزائر العاصمة. الله يبارك، شاطرة في الدراسة؟ نعم. ما هي الدولة العربية الأكثر سكاناً؟
مصر. جمهورية مصر العربية بالضبط. برافو بنتي، برافو. بقي معايا بقي معايا، اعطيه الهدية تاعها، اعطيه الهدية تاعها. برافو 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 بنتي. إذن بنتي شيبس مهبول، شركة شيبس مهبول راعي برنامج مع أمو يزيد، يعطيك هذه الهدية الجميلة، إن شاء الله تستفادي بها. تفضلي بنتي. العفو العفو العفو، تفضلي. أحبائي، في كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا هنا في الحصة. باش تحتفلوا بعيد ميلادكم في الحصة لازم ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42 ألف سطوالي العاصمة، الرمز البريدي 16062. اليوم عندنا عيد ميلاد محمد أمين، التحق بيا جيبوا لي محمد أمين باش نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد. أروح عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر أمراح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهن نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه يباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. اذا عمو يزيد يشعل لك الشمعه. احبائي ما تلعبوش بالنار، الكبار هما اللي يشعلوا لكم الشمعه يا اخي، ما تلعبوش بالنار، الكبار هما برك يشعلوا الشمعه. ديروا معايا العدد التنازلي لمحمد امين: 9 8 7 5 4 3 2 1. اسمنا نجيبوا لك تقينا الشمعه. فو عمو يزيد برافو برافو، اعطيني الشهادة تاعو. إذا زركال محمد أمين عمو يزيد يعطيك هذه الشهادة، شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أطفال كل واحد راح ياخذ شهادة باسمه هكذا يحتفظ بها كذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد. هذه تاعك، أعطيه الهدية تاعو. وهذه هدية من عند شركة رامي، هدية كبيرة لمحمد أمين كما وعدناك، هدية عيد ميلادك إن شاء الله تستفاد بها وليدي. فوالا، وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا
تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكر حصة عمو يزيد على هذه الاستضافة وعلى تلبية الدعوة تاعنا وطلب تاعنا. ما نكذبش عليك كي شارك كي سجلت ما كنتش نستنى بلي راح تعيطوا لي في التليفون. دخلنا للسيت تاعكم وسجلنا كما حب الخاطر، عيطونا وجينا تهضرنا معهم. انا بالنسبه لي هي اول حصه خاصه بالاطفال في الجزائر في كامل القنوات الجزائريه، وعجبتنا بزاف والله يبارك، وان شاء الله نعاودوا المره الجايه ونجوا ان شاء الله بربي ان شاء الله. مشكورين والفرقه التقنيه كذلك مشكوره، شفناهم كيفاش يخدموا يعني يعياو بزاف، ربي يقدركم ان شاء الله ويعطيكم الصحه. شكرا عمو يزيد. هذاك الله عمو يزيد، نحبك وفرحت بزاف. يعطيك الصحه عمو يزيد، احبك عمو يزيد. قالوا هلموا الينا نضموا مع عمو يزيد.